صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. بونجور جدا. بونجور عليك. الجميل في كابتن عادل كل ما ينورنا بيبقى فيه تفاؤل وبيبقى فيه ثقه ورا التفاؤل دي. قلنا مع حضرتك وحضرتك كان ليك كذا تصريح، ولما اتكلمنا عن الذهاب والاياب وقلت حضرتك هنكسب، ولما قبل الهوا هنا دلوقتي بسال حضرتك البشاير ايه، قلت لي هنكسب ان شاء الله طبعا، ولكن هي مباراه اكيد مش سهله، فريق مش متوقع، عندنا ماتشات كتيره جدا لسه في الجدول، بنتكلم حد وخميس اخرهم هيبقى يوم 11 مصر المقاصه، ونتمنى ان هو يؤجل. خلينا نبدا من هنا، حضرتك وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ طيب، يعني هو مفروض يعني كاتحاد كوره هدفه تطوير الكوره وسمعته في افريقيا، وكل ما في نادي في مصر بياخد بطوله افريقيه يوصل كاس عالم انديه، ده ما فيش شك انه بيرفع من قدر اتحاد الكوره، صحيح، من رصيده اللي هو رصيد الانديه بتاعته. وبالتالي لما يبقى النادي الاهلي رايح علشان ياخد في خلال موسم واحد ياخد اتنين افريقيا، دي ما حصلتش قبل كده في التاريخ، لم تحدث. فانا الاخ احمد مجاهد، المهندس احمد مجاهد، الاخ والصديق العزيز، يعني ماتش زي ده المفروض يوم 11، ابسط حاجه انه يسعد الجمهور ويريح اللعيبه انه الماتش ده يتاجل ويتضغط زي ما احنا مضغوطين قبل كده، كنا مضغوطين قبل كده ضغط غير طبيعي.